انطلق الشوط بحفظ من الله ورعايته. شوط 31 الشوط 31 ونسير إلى المقدمة وإلى الصدارة. والشوط ينطلق بحفظ من الله ورعايته. الشوط 30 للبكار. الشوط الأول الذاير الذائرة عبد الهادي بن حبيشة النابت المري. والمركز الثاني رقم الشاهنية محمد بن راشد الزعبي. والمركز الثاني سجل. إذا مشاهدينا الكرام، المقدمة والصدارة مع الشاهنية لسيد محمد بن راشد الزعبي تقود هذا الشوط. شعار سومالي أو هذا الشعار سعيد بن محمد السومالي على ظهر جبارة. تتصدر هذا الشوط جبارة وتنطلق في هذه اللحظات مع آخر 400 متر، ولكن شعار بن حبيشة على المركز الثاني قادم، وأيضا شعار محمد بن راشد بن سلامة الهاجري، ولا تزال العصا قوس لك يا بن هاجري. على المركز الثالث التسلل والقدوم على المركز الثاني. الوصول من قبل مياسة تصل على المركز الثاني. انطلقت مياسة العود الله على المركز الثاني، ولكن جبارة على المقدمة، جبارة على الصدارة. تهانينا لسيد سعيد بن محمد السومالي على فوز الجزيرة وانتزاعها للمركز الأول. المركز الثاني مياسة عبد الله الكبيسي، والمركز الثالث نحيله الى لجنة خط النهاية. بلى والله عنده بالخلاب. توقيت الزمن.